السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الجزائر العاصمة وبالضبط في بلدية حيدرة لنعرفكم على هذه الإقامة الرائعة، يعني من طراز راقي جدا، واللي تقع إذا في إقليم بلدية حيدرة، واللي نشوف يعني النمط العمراني جميل جدا، وخاصة كذلك بما يخص يعني التأثيث و ديكور داخلي، الديزاين دانتيريور شي رهيب. يعني لازم تكون عندنا دي ريفيرونس في الميدان تاع البناء، لازم يكون عندنا مقاييس نمشي عليها، ونزيد نطور في المقاييس هذه، نزيد نطور في الستاندار نتاع البناء، ولكي نقدم الأحسن دائما، ونشوف فيه تحسن كبير في العروض نتاع المطورين العقاريين الخواص. تبقى الدولة لازم تواكب هذا التطور العمراني وهذا التطور في النوعية تاع البناء والخدمات، ولابد كذلك أن تكون فيه التهيئة نتاع خلق أحياء مدنية، أحياء نتاع مدينة. لازم نخلق فضاءات سيتويان تكون لازم نخدم المدينة بما يسمى بالمدينة. المدينة عندها معنى كبير، فيها المدينة هي الحضارة، هي السيتويانتي، هي الفضاءات تكون فيه مقاييس. لازم نحترم المقاييس في تطوير المدن تاعنا. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.